السبعة وخمسة وثلاثين دقيقة راكم تقولوا زعما محمد وحظيمي علاش قاعدين التويك؟ لا أنا كنت أقول لهم أنا الطفل المدلل هنا. أنت والله داخل بالكتاف ما فهمتك الجانة منين جاب؟ ربي عيني ربي عيني منين جاب؟ مربي سنين منين جاب؟ أنت منين جيت؟ نعود لك قالوا له أعطيها الإكستري صغير بالله عاودوا له الإكستري خليها تسمع كما سمعت بكري شيماء شمامة واش نعود لك الإكستري أنا شكون؟ انت شكون مصرين باش تعرفوا انا شكون شكون هو يعني عطينا على الاول يستغرون عطينا عطينا شكون هو لي سورتو با عادي لا قصص علي بالسمح بالسمح لا 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 ما عطيوش احنا جات هكا نحي على الاول أمان ما عادش تعدينا حاجتك بالحق هذا المستوى ما هوش راقي ولكن احنا تويكا باش نحكي على حاجة بالحق راهو ديما بكري نقدنا شوية طبعا نقدنا شوية محمد خلينا نقولوا اللي قاعد صاير اليوم في المؤسسة التربوية بين علاقة التلميذ مع المعلم نتاعو ولكن هيد خلينا نحكي من منظور آخر علاش عنا المشكل هذا الكل احنا علاش ما عناش مشكل الكوميونيكاسيون اليوم مفقودة من بين المربي وما بين التلميذ وما بين الولي الحلقة هذه راهي فيها مشكل يا جماعة فما مشكل فما مشكل زاد انه ما قناش قاعدين نحضروا لصغارنا نفسانيا بالطريقة الصحيحة بالطريقة اللي لازمها ما فهمتش شنيا المشكل ولا علاش عنا كان في المندوبيات فما اخصائي نفسي اخصائي يعني في علم النفس موجود كان في المندوبيات علاش ما نوليوش حتى في المدارس متاعنا في المعاهد متاعنا موجود ولي الصغير اللي نحس رواحنا انه لازم يحكي مع اخصائي نفسي علاش ليه صغارنا الكل اليوم نلقاهم مع اخصائي نفسي هذا اللي خممت لكم فيه الحقيقة مع برشا ذكاء في الخدمة هذه انت تعرف محمد رايي فيهم وديما نقول لك اللي هما يخدموا بالذكاء مش على خاطرهم هما مستشهرين معانا لهنا لا علاش على خاطر بالحق ناس قاعدة تخدم بالذكاء وتخدم لمصلحة التلميذ من غدوة يقول انا خرجت كما ديما انت محمد تفتخر وتقولها انا خرجت من المعهد الثانوي الخاص الامل بنابل قاموا الحقيقة نهارة السبت اللي فات محمد 30 نوفمبر تحديدا قاموا باستدعاء الاستاذ والاخصائي في علم النفس السيد عماد الغرير اللي انا الحقيقة نفرح برشا كي نلقى مداخلة للسيد عماد الغريري هكا خاطر نعرفه معرفة شخصية ونعرفه يتعدى معنا ويتعدى إلا ويضيف البرنامجي وإلا ويضيف الكابا فام ككل الحقيقة حاجة تفرح برشا اليوم كي نلقاه معهد خاص قاعد يخمم كيفاش يحسن وكيفاش يهيئ التهيئة النفسية لفائدة التلميذ خلال فترة الامتحانات حكينا محمد احنا ما بعد الامتحان شنو يصير وما قبل الامتحان شنو يصير هذه برمي الحاجات اللي قاعدة تحكي فيهم وقاعدة تخدم فيهم المعهد الثانوي الخاص الأمل بنابل كيفاش نستعدوا للامتحان كيفاش نعملوا التهيئة النفسانية التهيئة المنهجية التهيئة البدنية على رأس القائمة شنو نلقى محمد نلقاو التهيئة النفسية وهذا اللي خمموا لكم فيه وخمموا في نفسية صغيركم خمموا كيفاش صغيركم لازم يدخل الامتحان نتاعو وهو مرتاح هو فاهم شنو باش يعدي كيفاش باش يعدي برزانة عارف روحه اللي هو قاعد يقوم بامتحان مع برشا ذكاء في الخدمة نعاودها شوف أنا باش نحكي بمنطلق المواطن البسيط باش نحكي بمنطلق الولي باش نحكي مش نحكي بالعربية الفصحى باش الناس كلها باش تفهمني حبيبي أنا الاستراتيجية اللي معتمد عليها واللي ماشي بها المعهد الخاص الأمل تعجبني برشا بالحق قلت راني سبق وقلت في حصص سابقة اللي الاستراتيجية ذي ريتها كان عند الغرب راهو معهد قاعد يقدم قاعد يشوف نحسه يتعامل مع خبراء نفسيين طبعا محمد بلاش اخصائيين بلاش اهل الاختصاص في كل المجالات اليوم نجموش نخرجوا راهو جيل سوي جيل قادر انه يخدم جيل قادر انه يكون من غدوه اليوم انا نفرح برشا كي نلقى ناس قاعده تخمم بعقليه اللي لازمنا الناس الكل نخمموا فيها احنا ديما نحكيو على المشكل حتى تعداو معنا حتى ملك تعرف هذا تعداو معنا في علم النفس وفي علم الاجتماع وقالوا اللي لازم يكون في كل معهد على الاقل أخصائي نفسي أم اثنين يمكن نلقاو سمحني محمد كي نلقاو إنه فما على الأقل بصفة دورية قاعدين يعيطوا قاعدين يقدم لهم في محاضرات قاعد يحكي مع صغيراتنا أنا نفرح أنا نقول خصوصا كان صغيري بالحق يتحط في أيدي أمينة كيما هكا صغيرنا حتى لو كان بالحق حتى لتاتيك رانا عنا من الكفاءات في تونس صحيح. ما يكفي إنه الناس اليوم تنجم تخدم صحيح والبروف اللي قاعدين نشوفوا فيه تو قاعد المعهد الخاص الامل الذي قاعد يطبق فيه وقاعد يخطو بخطى ثابته قاعد يعمل في الريسيرش على كل ما هي تحسوا ما
همش مخلين حتى ثغره للصدف. تعرفش علاش محمد؟ ناس قاعده ايكيب قاعده. علاش انا نقول لك الاطار التربوي اللي قاعد يخدم غادي قاعد عارف فاش يخدم، الاداريين زاد قاعدين عارفين فاش يخدموا. راهي استراتيجيه كامله لازمنا نتحط ونقعدوا نشوفوا شنو هو الظواهر اللي عنا تويكا. وهذا طبعا ما نرجعوا كان باهل الاختصاص. عندنا ظاهره مثلا الادمان على المخدرات، اي سديات نشوفوا كيفاش نعملوا نوادي ثقافيه لصغارنا باش نبعدوهم شويه من الشارع، نبعدوهم شويه، نغرموهم بالمواهب نتاعهم، نشجعوهم، نعرفوا فاش نعملوا. صغيرنا اليوم ممكن ما يحكيش برشا مع الولي نتاعو، ينجم يحكي مع المربي اكثر، ينجم يحكي مع يعني اللي لهيله بالنفسيته، اللي لهي كيفاش يحكي معاه على مهاراته، نحببوه في قرايته بطريقتنا الخاصه. مش كي نشدوا صغيرنا نقولوا ليه لازمك تحفظ، ليه لازمك تقرا. كلمه لازمك صغيرك ما عادش باش يقبلها، ولكن اليوم ولا يتشوق وقتاش يمشي للمعهد نتاعو. هذه من الاسرار اللي قاعده يخدموا بها، من اللي تكنيك اللي عندهم اللي قاعدين يخدموا فيها. برافو برافو برافو. قاعدين يعتمدوا برشا على الخاص الامل بنابل، عارف فاش يخدم، عارف فاش يخدم. قاعدين يخدموا برشا على نفسيه التلميذ بالحق. الحقيقه انا ما نعرفش المعاهد الثانويه الخاصه الاخرى فاش قاعده تخدم. نتصور لو كان، ونامل لو كان قاعدين يخدموا في بنفس الخطى هذه، وان شاء الله يكونوا يخدموا بنفس الخدمه هذه، على خاطر بالحق هذه الحلول اللي احنا ديما نطرحوها في الاعلام ونقولوا محمد هذه الحلول. الاداره منظمه برشا الحقيقه، بنادي كل واحد فلا هذه ناس قاعده تخدم استراتيجيه واضحه. انا نحب نعمل حاجه بالحق، بكري كنا حكينا على المربي وعلى الاستاذ بقطع النظر اللي انا كنت درست فيه، ولي الشرف وعظيم الشرف انه درست وكنت متلامذه نتاع معهد الخاص الامل. انا نحب ماذا بيا وعلى عاتقي باش ناخذها الحكايه هذه، نحب كل حصه تايم اوت بالحق نخصص درج من زمان نستضيف فيها سواء حضور ولا بالتليفون استاذ من الاساتذه اللي قروني. باهي محمد، المجال مفتوح ليك ومش مفتوح ليك انت، كهو مفتوح للي يسمعوا فينا الكل. يا سيدي هاو في ديكم من نهار الاثنين، ابارتير من نهار الاثنين نخصص لكم الوقت الكافي اللي حاب يكرم استاذه سواء يكلمنا عبر الهاتف والا حضور، مرحبا بكم. واحنا لو كان نجموا وفي مقدورنا انه باش نتنقلوا ونصوروا زاده وقتاش تكرموا اساتذتكم احنا حتى بالكلمه الطيبه. لا لا انت كتقول استاذي شكرا ليك، يعطيك الصحه استاذي. هكا رجعت قيمه الاستاذ، خرجنا شوي من الازمه الاخلاقيه اللي حكينا عليها. احنا باش نكونوا سباقين باش نرجعوا قيمه الاستاذ، ونرجعوا بالحق المعلم والاستاذ والمربي لمكانته الحقيقيه الاصليه. يعطيك الصحه فوالا محمد. هكا بالحق وانا كنا احنا الاذاعه السباق مساج عندنا في الحاجه هذه الاذاعه. والله ماذا بينا في 24 ولايه الكلهم يمشيوا يكرموا اساتذتهم، وحتى تسمعوا فينا من توا خليوا لنا رقمكم على الباج فيسبوك راديو كابا فيم، رانا باش نتفاعلوا معاكم. فوالا من ابارتين من نهار الاثنين تنجم اذا كنت تحب تكرم استاذ تنجم من توا تخلي ميساج على ميساج على الباج واحنا نوعدوكم انه نجاوبوكم قدر المستطاع على مساجاتكم باذن الله. واللي حب يتكلم ويتعدى ابارتين من حدامي باش يتعدى مع في نولي فام، ولا انا نتطوع زاد انك باش تيلة الاسبوع حتى تيلة الاسبوع من الاثنين الى السبت. شكرا ليك محمد، هكا نكونوا ختمنا الحصه. شكرا نخلي لك الكلمه تفضل. شكرا ليك حدامي، شكرا ملاك الدوزي زاد على الاعداد وي ملوكا الحصه المزيانه بالحق اليوم اسهل سبيسيال برشا. شكرا لضيوفنا يمين زينة وشايمة شمام اللي نوروني بالحق، كان حوار ممتع معاهم وممتع للغايه، تمنيت الوقت ما يوفاش معاهم. شكرا. تعرف بعد حوار شايمة نحب نقول كلمه محمد، خاطر انا كنت حاضره في حوار شايمة، كذلك زاد ضيفك الاخر زاد يعطيه الصحه ووضح زاد حضوره فقط كافي انه يوضح على خلينا نقولوا على اللي صار في المده الاخيره، على الاقل فما توضيح صار من الشركه، خاطر احنا انا وملك ديجا حكينا عليها برشا وتمنينا نساله برشا اسئله وفما اجابه على نوعا ما من الاسئله بتاعنا. بعد حوار شيماء قلت والله مازال الخير في الاعلام مازال الخير في الصحافه، مازالت باش نشوفوا النور ان شاء الله. أنا ان شاء الله أنا عجبتني في شيماء، نحب نقول فيها كلمه سامحني علي في دقيقه في دقيقه اي علي خاطر خذينا برشا وقت تقريبا ساعه غير ربع خذيناها. شيماء انسانه صحفيه متكونه سواء كانت من معهد الصحافه والا حتى في الميدان، كونها بطريقه وبقلايبها صحيت بقلايبها وتخدم بنت ميدان بنت ميدان زيد بالحق. برافو على الخدمه اللي قاعده تخدم فيها، يعطيها ألف ألف صحة. هذوما نساء بلادي.
ذم اللي انا لازمني ممكن انا قصرت ما استدعيتهاش وما كرمناهاش ملاك في نولي فام تقصيرا منا ولكن هاجي انا ناكد لك احنا مازلنا لا تويك قاعدين مع الممثلين انت تعرف محمد من بعديك باش نبداو مع الاعلاميين احنا باش نعملوا فقره كامله سواء كانت مرحبا بالزميله هي باش تكون الفقره باش نحكيوا فيها سواء بالهاتف ولا حضوريا على خير على لولو حاسيلو باش تكون حضوريا باش نحكيوا مع كل مره مع زميله سواء كانت منا في التلفزه والا في الراديو والا في الصحافه المكتوبه باش يكونوا حاضرين معنا باش نحكيوا على التحديات اللي في المجال باش نحكيوا على المراه زاد كيفاش قاعده تخدم في المجال وباش نكرموهم بطريقتنا الخاصه. انا مش وانا تو اليوم باش نشكر شيماء، شيماء يعرفوا الناس الكل علاقتي انا شيماء اكثر من صديقه واكثر من اخت واكثر من عشره واكثر شمشوم بالحق يعطيها الف صحه وان شاء الله باش تكون حاضره معنا في قادم المواعيد وكذلك امين زينة ان شاء الله في كل ما تواتي الفرصه. بيت هنا على لولو حاضره معنا شكرا ليك كما قلت ملك الدوزي على اعداد الحصه. سمحني هو قال الضيف نتاعك قال عندهم زاد في عندهم في رمضان اي في رمضان لا بربي 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 نداء للشركه هذه اللي قاعده تعمل في فما عباد تظلمت فما عباد ما خذتش حق 1200 شخص لا يمثلون تونس يمثلوا انفسهم لازم بالحق في كل ولايه يتم على الاقل استجواب به ما انت تطرق باب الولايات فوالا هو قال لي نخدموا بالاقاليم ثمانيه اقاليم كذا 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 ولكن الحقيقه كان بالديجيتال ممكن اسرع شويه وخير شويه وممكن كل حد باش يحارب من منصب ومن البلاصه اللي هو فيها. عندك حاجه في قلبك تحب؟ لا لا مانيش انا وشيماء لا لا مانيش انا وشيماء كي قلنا هكا محمد لي انا بالحق حبيت نشوفها في فيرسيون اخرى، حبيت نشوفها في بلاصه اخرى، حبيت نشوف تكريمات اخرى اللي خذوهم اوكي يعطيهم الصحه خذوهم وباهيين ولكن فما انا متاكد لي امين لو قاعد يحاول يوفق قدر الامكان وما هوش معناتها ان شاء الله استراتيجية تتغير شويه والمعايير تتغير شويه. كل عام هو كان قالها هذه من بكري ما كنتش مركزه 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 قال فما تطور وفما فما فما نمط جديد وفما سيستم اخر باش يخدموا به ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله شويه وكل عام يحاولوا يحسنوا قدر الامكان وقدر المستطاع. شكرا لهم الناس الكل، شكرا لسيد المخرجين علولو المديني ونتمنى لو شكرا على الساعه يا لولو بالحق نتمنى من كل قلبي لو كان كل حصه تكون انت معنا انت والا رجعنا مولا بن سليمان لا حتى نرمي به لا باهين كلهم فادكم من باب الدعابه ولكن علي صاحبي واخوي وعندنا معناتها عنده مكانه خاصه. تعرف لو كان بالحق الشركه هذه جات تكرم علينا مدين سيد المخرجين والله 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 نحكي والله افضل مخرج اذاعي في تونس مع كامل احتراماتي مع كامل احتراماتي. تعرفش علاش مش يقريهم؟ لا لا مش حكايه علي حارب ياسر 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 ومستحيل تصير بان علي ما يفهمهاش ما نعرفش انا كيفاش وسبحان الله يجي علي كل شيء يقول لي كزيت فوق الماء ما فهمتش عملت لامس مانيش فاهمه بالحق مانيش فاهمه يخدم مع مره قالها لي والله مره قالها لي حبس لي بوست انا قلت له علي عايش خويا شوف قال لي برا برا امشي قدام البوست قل له هاو علي جاي قلت علي انت عايش خويا والله مزروب عندي وقت عندي انترفيو كذا قلت له عايش خويا علي والله شنخرج الحوار وكذا وفي ساعه لا 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 مشيت ما حبش يمشي معايا حلف قال لي ولا مش قلت له يا بوست راه جاي قال اقسم بالله اخدم لا 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 قلت يا علي والله اخدم لا لا ما صدقتش تذكرت علي لا 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 شكرا لك على لولو المديني بالحق تعبنيك الحصه هذه شكرا طولنا معك شوي شكرا للضيوف الكل اللي حضروا معنا شكرا لكم انتم المستمعين الاوفياء اللي صبرتوا معنا تلت اربع ساعات اليوم مش ثلاث ساعات بحصه خلصنا دوب المحبه وخاصه باهي نخلصكم دوب الوقت اللي خلصونا عشينا عشينا اصحاب القناه يخلصوكم انا دخلني ما قالولناش زيدوا اصحاب القناه كيفكم انتم ثلاثه أربعة باي باي. التميز النجاح التفكير